نعم، لحد الآن عدد الإصابات تجاوز 2,200,000 حالة، وعدد الإصابات لهذا اليوم أكثر من 14,000 إصابة حتى منتصف ظهيرة هذا اليوم. المتعافين يقترب من 1,000,000، دعيني أقول 940,000 حالة إصابة قد تعافت بالتأكيد، وأيضا الذين يشغلون العناية المركزة أكثر من 16,000 مصاب. أيضا اليوم عدد الوفيات بانخفاض مضطرد بالنسبة للأسابيع الماضية، عدد الوفيات أقل من 300 لحد الآن. دعيني فقط أوضح أمر غاية في الأهمية، العدد المسموح به في التجمعات لا يتجاوز 50 شخصا، لكن هنا في التظاهرات مئات لم أقل الآلاف يتجمعون في مكان واحد. وغدا ستشهد الولايات المتحدة أيضا، وبالتحديد في ولاية أوكلاهوما في مدينة تولسا، السباق الانتخابي وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد تجمع عشرات الآلاف في مكان واحد. أنتوني فاوتشي كبير الأطباء بالنسبة للأمراض المعدية حذر من هذه التجمعات، لكن بصراحة الكثير لا يلتزمون هنا، فلهذا أعداد المصابين بأرقام كبيرة. الآن يأتي يتقدم دراجون باتجاهنا، وأيضا عدد كبير ستشاهدونهم الآن سيمرون خلفي يرتدون الكمامات، البعض الآخر لا يرتدي الكمامات، فهذا أمر صراحة مؤسف عدم الالتزام، لكن أيضا المفرح هو دعوة إلى الحرية المدنية ومناصرة السود في هذه الأيام التي يتعرضون فيها للعنصرية، لكن لا يلتزمون بالمحاذير التي تصدرها هيئة CDC وهي أعلى هيئة طبية للكشف عن الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. طيب.